فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة لطلاب العلم وطلاب المنح الذين إذا انتهوا من دراستهم في الإجازة وذهبوا إلى بلدانهم لا يدعون الناس إلى عبادة الله وإنما ينشغلون بأمور دنياهم؟ لا يجوز لهم هذا، يجب عليهم أن ينشروا العلم والعقيدة الصحيحة في بلادهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه مهمتهم. نعم.